واحد من اهم لاعبي النادي الاهلي لو تفتكروا من اسبوعين ثلاثه كده اتكلمت عنه، اديته سيجمنت كده في الحلقه لوحده يعني. ما كناش بنتكلم يعني، ما اتكلمتش انا وهو، ما كنتش عندي فضول اعرف ايه اللي بيحصل معاه في النادي الاهلي، بس كنت معجب جدا جدا بايمن اشرف. واحد لاعب دولي كبير، اساسي مع منتخب مصر، اساسي ومهم مع النادي الاهلي في كل البطولات السابقه، واحد من اللاعبين والركائز الاساسيه في خطه مدرب النادي الاهلي وخطه منتخب مصر. عايزه سنتر باك هتلاقيه، عايزه ليفت باك هتلاقيه، حتى لو عايزه لاعب وسط ملعب زي ما حصل من كيروش مع منتخب مصر في مباراه المغرب هتلاقيه في اي مكان هتلاقيه. موصوف دايما بين قوسين كده باللاعب الراجل الرجوله يعني. ما عملش ازمه، ما عملش مشكله، ما عملش حوار، ما عملش سايد توكس كده حديث جانبيه، ما بيكلمش صحفي ولا اعلامي يقول له ايه طب معلش اتكلم على حس ان انا متضايق ومظلوم، ما عملش مشكله مع الفريق، ما عملش دوشه ولا حكايه. سوبر يعني في كل شيء بصراحه. دخل النادي الاهلي ناشئا او حتى دخل بعد ما رجع مره اخرى مع النادي الاهلي بشكل هادئ وفي اخلاص شديد، ورحل بشكل هادئ وفي اخلاص شديد، عشان كده يستحق هذه الصوره اللي حضراتكم شايفينها، حب زملائه وحب جماهير النادي الاهلي اللي النهارده تحدثت عنه بكل خير على السوشيال ميديا وفي كل مكان. لاعب بصراحه يستحق التحيه. اللاعبين اللي من النوع دول بيفضل النادي الاهلي ذاكرهم بافضل صوره ممكنه، بيفضل دايما يتحدث عنهم بافضل صوره ممكنه. اللاعبين اللي زي دول ما بينتهوش مع اعتزالهم في النادي الاهلي، بيفضلوا مكملين، بيفضلوا اسماء كبيره في تاريخ النادي الاهلي، وبالتاكيد النادي الاهلي بيستفيد منهم في كل الاوقات. صوره عظيمه جدا ووفاء عظيم جدا من لاعبي النادي الاهلي للاعب كبير، لاعب عظيم اسمه ايمن اشرف، اللاعب الدولي، لاعب البنك الاهلي بشكل رسمي اليوم. كابتن ايمن منور الدنيا، سعيد جدا بتواجدك معايا النهارده. كابتن كريم ازيك، برحب بحضرتك وبرحب جميع مشاهديك. يعني انا اتشرف جدا، صوره رائعه جدا عملتها مع النادي الاهلي، سواء في فتره لعبك او حتى فتره غيابك عن اللعب، صوره عظيمه جدا تبقى مثل يحتذى به لكل اللاعبين الشباب. الحمد لله، يعني الحمد لله ان انا خارج بصوره كويسه من النادي الاهلي، خارج من الباب الكبير. طبعا كانت سنه صعبه عليا طبعا، ان انا ما بلعبش وكده، لكن يعني حب الجمهور النادي الاهلي وحب لاداره النادي الاهلي وحب النادي الاهلي خلاني ان انا ما اعملش تصرف لا يليق بيا ولا لان في الاخر ده بيتي، ومهما هروح مهما هاجي هرجع لبيتي تاني ان شاء الله. باب النادي الاهلي مفتوح لي في اي وقت، يعني لان هو في الاول وفي الاخر بيتي يعني. بالتاكيد ما حسيتش في اي لحظه، في اي لحظه، انا بحط نفسي مكانك، انك عايز تطلع بقى تقول لا كفايه كده، انا مش قادر، انا مضغوط، انا عايز اشارك، انا يا جماعه انا اسم كبير في النادي الاهلي ومنتخب مصر، انا بحترم جدا النادي الاهلي، بس انا برضو عملت اسم. مفيش اي لحظه غضب انت حسيت بيها في اي وقت من الاوقات؟ والله كتير يعني، كتير يعني كنتش بشعر بالغضب، لكن اوقات بصبر نفسي يعني، ودايما كنت بحاول اطلع الدقيقه ديت او الزعل ده في التمرين، ان انا اتمرن بشكل اكتر، اتمرن فترتين مع نفسي واوقات ثلاث في اليوم، بحاول احسن من نفسي، لكن في الاخر مش اخلاقي، او ان انا اعمل رد فعل مش كويس، او ده اللي انا اتربيت عليه في النادي الاهلي يعني. صحيح. لما كنت بتقعد مع مارسي كولر كان بيقول لك ايه؟ يعني كان بيصبرك ازاي؟ كان بيقول لك ايه؟ ما اكيد مش بيقول لك انت معلش يا كابتن ايمن انت مستواك قليل، ما هو دي مش هتبقى منطقيه. والله بيقول لك يعني هي بتبقى على فترات يعني. الموضوع جه على فترات لحد ما السنه خلصت، لكن هي انت لسه راجع من المنتخب يعني، في اول ما رجعت من المنتخب في اول الموسم، انت لسه راجع من المنتخب، انت ما عملتش معايا فتره اعداد، الناس اللي هتلعب معايا هم اللي شاركوا فتره الاعداد. بعد كده بدات اقعد احتياطي فتره، بدات الامور طيب يا جماعه، استاذنت من النادي وقلت لهم هروح اشوف يعني اتعالج بره وكده في المانيا. رجعت من المانيا يعني ما خدتش فتره كبيره يعني، خدت ثلاث اسابيع تقريبا. بعد ما رجعت من الاصابه كان طبعا الكلام ان ايمن انت لسه راجع من اصابه، بعد ما قعدت فتره انت لسه محتاج بدن يعني، كلها كانت اسباب يعني بالنسبه لي انا مش واقعيه يعني، لكن في الاخر دي وجهه نظر. ممكن اسالك سؤال مباشر، اكيد انت عارفه،
هو كان زعلان منك ليه يا كابتن ايمن؟ يعني انا ما اعتقدش ان هو اكيد حاجه فنيه، يعني مستحيل ايمن اصلا. والله العظيم انا مش عارف، يعني انا لحد دلوقتي يعني برتب، بحاول ارتب الامور كده، وممكن يكون زعل مني مثلا موقف كذا او موقف كذا، ممكن يكون مثلا خد قرار في فتره من الاوقات ان هو مش هخليه يشارك خالص. ممكن يعني كل الـ الاسباب ممكن تبقى بالنسبه له هو. وبعدين ما حدش هيقدر يتكلم معاه، لان هو في الاول وفي الاخر هو بيكسب وواخد 5 بطولات، فلا يعني يبقى هو صح. فاهم قصدي ازاي؟ فاهم. بس فاهم. لكن انا في الاخر مضيت مع البنك الاهلي، وان شاء الله هيبقى موسم بالنسبه لي. طيب قبل ما اجي البنك الاهلي عشان نتكلم عنها شويه، هل من الحاجات اللي ضايقته مثلا انك سافرت المانيا؟ هل انت سافرت المانيا باذنه ولا ما كانش هو يعرف؟ والله والنادي انا استاذنت النادي، وكان بعلم النادي يعني. يعني هو كان بعلم النادي وسافرت يعني. بس هو ما كانش يعرف يعني. انت ما اتكلمتش معاه؟ لا هو كان يعرف اكيد. لا هو كان يعرف، لان هو اكيد كابتن سيد قال له يعني. ممكن دي تكون يعني هي الحاجه اللي ضايقته. ممكن. مش عارف يعني. هو ما قالش سبب معين. ما قاليش سبب. هو كل الكلام اللي بيقوله ان هي حاله فنيه بحت. وانت بالنسبه لي لما دورك يجي هتاخده، وكنت انا بصبر نفسي بده ان هو يجي وقت من الاوقات وهلعب وبتمرن على الاساس ده. لكن في الاخر سنه الحياه يعني. طبعا سنه الحياه. هل كابتن يقتنع بيك ومدرب لا تاني طبعا. هل الكابتن سيد كابتن الفريق اتكلموا معاه؟ يعني كابتن سيد كان بيتكلم معاه وكده، وحكى له عن تاريخ هو وكابتن سامي. حكى له عن التاريخ اللي انا عملته في النادي، وان انا قد ايه ولاعب منتخب مصر ولاعب دولي. لكن هو في الاول وفي الاخر هو القرار بايده. صحيح. يعني مش بايد حد. وهو النادي الاهلي مميز بده. مميز ان هو كل الصلاحيات بتبقى للمدير الفني. صحيح. طيب عايز اسالك، البنك الاهلي ليه اخترت البنك الاهلي؟ والله بص، يعني البنك الاهلي يعني انا كنت لازم لما اخد الخطوه اللي بعديها، انا قررت مع نفسي ان انا مش هاخد خطوه جماهيريه. يعني خطوه بدون جمهور. لما قعدت مع رئيس النادي اللي هو اشرف، حسيت قد ايه ان يعني شخص محترم، وحسيت ان الاداره شغاله قريبه شويه من اداره النادي الاهلي. حسيت في انضباط وفي احترام وفي التزام. وحسيت ان هيبقى فيه هدوء في الشغل. فكل دي اسباب طبعا خلتني ان انا اتجه للبنك الاهلي. يعني هو نادي محترم جدا. انا رحت النادي، يعني نادي اجتماعي، ونادي ملعب عندهم ملعب كويس جدا، يعني حاجه احترافيه مميزه جدا. فطبعا كل حاجه يعني من الاسباب اللي انا اخترت دوت، يعني اسباب كتيره. هل منهم ان انت ما كنتش عايز بعد النادي الاهلي تنضم لنادي الزمالك؟ بص، انا بحترم من جمهور النادي الاهلي وحب جمهور النادي الاهلي، واكتشفت خلال الموسم دوت قد ايه الجمهور بيحبني. وقد ايه يعني الجمهور مقتنع بيا اقتناع تام، او اقتنع ان انا مظلوم، او فاكتشفت ان جمهور النادي الاهلي بيحبني. فطبعا عمري ما اقدر اخسر جمهور النادي الاهلي باي سبيل، لان هو احنا كلنا بندور عن حب الجمهور في الاول والاخر. فانا الحمد لله كسبت مكسب كبير الحمد لله، ان انا كسبت جمهور بيحبني. فدي حاجه كبيره بالنسبه لي. فانت ما كنتش عايز تخسر الجمهور ده بالانضمام للزمالك؟ بالظبط كده يعني. بس الزمالك كانوا بيتكلموا معاك من فتره ولا بعد ما خلص عقدك مع نادي الاهلي؟ والله بس هم اتكلموا من فتره خلال الوكلاء يعني. يعني ما اتكلموش معايا صريح، بس خلال الوكلاء. لكن في الاخر الباب اتقفل يعني. وانت بلغتهم انك مش هتقدر؟ يعني مش هقدر وكده، والامور قفلت يعني. عظيم جدا. طيب البنك الاهلي يرجعك منتخب مصر؟ ده طموحاتك وده اللي بتفكر فيه؟ طبعا. يعني ده طموحي، ان انا يعني مع طموح اللي هو اشرف رئيس النادي، ان هو عايز يوصل للمربع السنه اللي جايه ويلعب افريقيا السنه اللي بعديها. كل دي طموحات، منها طموحاتي الشخصيه ان انا ارجع منتخب مصر تاني. الطموحات الجماعيه بتاعه النادي ان الفرقه تتواجد في المربع السنه اللي جايه، لان هم السنه اللي جايه هيعملوا فرقه كويسه جدا تقدر تنافس وتقدر تبقى موجوده في المربع. وده طموحنا يعني. فيهم يعني ابو جبل بيلعب هناك، كان بيلعب في نادي الزمالك، فعنده طموح، ولاعيب منتخب مصر ولاعيب دولي. ف يعني في لعيبه كتيره بنفس الشخصيات ديت في نادي البنك الاهلي. كريم بامبو مثلا يعني من الشخصيات
يعني اللي برضه نفس الكلام اللي عندهم طموح. فاعتقد في شخصيات هناك كتير عندهم نفس الطموح، ليه لا ان احنا من الطموح ده ما يبقاش عندنا ونوصل لحاجه كويسه بالنادي البنك الاهلي، ان احنا نوصل مربع ونلعب افريقيا السنه اللي بعدها. عظيم جدا. لو طلبت منك نصيحه توجهها لزميلك في منتخب مصر امام عاشور المنضم حديثا للنادي الاهلي، صفتك كنت واحد من كباتن النادي الاهلي. والله طبعا ببارك لامام، بتمنى ان هو يكون اضافه للفريق، هو لعيب كويس جدا، لعيب دولي يتمتع بكل حاجه كويسه، شخصيه كويسه جدا، بتمنى له التوفيق. مهم جدا في النادي الاهلي انك الالتزام بالصمت، انك تشتغل بس عشان يعني هتقدر تحقق حاجه كويسه لو انت عملت كده مع النادي الاهلي. التزم الصمت واشتغل كويس جدا، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله تقدر تعمل تاريخ كبير في النادي الاهلي. طب كابتن ايمن، بما انك انت راجل عاشرت امام عاشور في معسكرات منتخب مصر لايام طويله، وفرصه انك برضو تدي له حقه في هذه اللحظه، الناس تقول لك انه لا ده ممكن يعمل مشكله في اوضه لبس النادي الاهلي، ممكن يعمل مشكله، يعمل ازمه، واصل مش عارف التاريخ في ايه. انت شفت امام عاشور انت جوه ارض الملعب، وانت ككابتن من كباتن النادي الاهلي لما تقول شهاده زي كده تطمن جمهور النادي الاهلي؟ ما اعتقدش ان هو ممكن يقدر، ما اقدرش اقول ان هو يعمل مشكله ولا لا، بس هو من طبيعه امام في المنتخب، لا يعني مش دي شخصيته ان هو يعمل مشاكل، بالعكس هو الناس كلها بتحبه وهو محبوب. فلا يعني صفقة مميزة جدا، بتمنى له التوفيق، لأنه مهم جدا التوفيق مع الاجتهاد بتاعه والشغل بتاعه، هيقدر يقدم حاجة كويسة لجمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي عموما، يقدر يعمل حاجة كويسة إن شاء الله. إن شاء الله يا كابتن أيمن، شرفت ونورت، ودايما موفق، ودايما لاعب نفتخر بيه في الكرة المصرية. بشكرك شكرا جزيلا كابتن أيمن أشرف، نجم النادي الأهلي السابق المنضم حديثا إلى نادي البنك الأهلي.